ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المتخصص في الشأن التركي طه عوداولو. سيد طه، مرحبا بك معنا. مرحبا. تأجلت مباحثات تركيا والولايات المتحدة في أنقرة بشأن المنطقة الآمنة ليوم الغد، كيف تنظر إلى هذه الجولة التي تأتي في ظروف أكثر صعوبة من سابقتها؟ بداية مساء الخير لك والسادة المشاهدين. من دون شك أعتقد المباحثات المستمرة ليست اليوم ولكن هي منذ تقريبا أسابيع طويلة. قبل فترة كان هناك جيمس جيفر في أنقرة، وأجل مباحثات انتهت بالفشل. وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية هي تحاول تبريد العملية العسكرية التي أعلن عنها أو التي هدد بها ونوح بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأمس. المفاوضات اليوم هي لم تصل إلى نتيجة، خاصة مع العرض الأمريكي الجديد وهو قديم حقيقة، يعني هو رفضته أنقرة في خلال زيارة جيفر الأخيرة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية إلى حتى هذه اللحظة ما زالت مصرة على مقاربتها فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة. وبتصور أعتقد يعني أن الأمور يعني لن تصل إلى صيغة مشتركة، خاصة في ظل المماطلة الأمريكية وعدم النظر إلى المطالب التركية فيما يتعلق بتلك المنطقة. على ذكركم الرفض التركي لهذه النقاط، ما أهم نقاط الخلاف التي طرحت في هذه الجولة بشأن المنطقة الآمنة؟ يعني اليوم هناك عرض جديد، وخاصة فيما يتعلق يعني كان كما تعلم هناك 5 كيلومتر، الأتراك 30 كيلومتر في العمق أقصد، ولكن هناك عرض فيما يتعلق بأن تكون 14 كيلومترا وعلى في العمق و 140 كيلومتر على الطول. ولكن تركيا إلى حتى هذه اللحظة تعي تماما بأن هذا العرض وبأن الجديد في التصريحات الأمريكية لن يأتي الجديد، خاصة أنها هي جربت واشنطن العام الماضي في اتفاق منبج الذي أبرم في حزيران 2018، وإلى حتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع، فقط دوريات مشتركة ما بين الطرفين، وإلى حتى هذه اللحظة لم يتم إنهاء أو إخراج الوحدات الكردية من تلك المنطقة. أنقرة حاليا يعني باختصار أعلنتها الرئيس التركي بالأمس قالها، وقبل يومين أو قبل أيام قليلة وزير الدفاع التركي أعلن بأنه يعني طفح الكيل وأن أنقرة سوف تقوم بعملية عسكرية بقصدها، ولكن هذا لا يعني بأن تركيا هي سوف تتجاوز وسوف تتجاوز الخطوط الحمراء. بالأمس كان هناك تصريح الرئيس التركي صريح وللغاية، وعندما أكد بأنهم أبلغوا الأمريكان أبلغوا أرقص في حدود هذه العملية. التصوري الوضع حاليا وخاصة مع هذه المباحثات التي جرت اليوم وسوف تستمر للغد، أعتقد هناك ضبابية في الموقف، ضبابية في الوضع فيما يتعلق بشرق الفرات، وأيضا العملية العسكرية المرتقبة لأنقرة. حديث الإدارة الأمريكية عن ممر للسلام، ما الفرق بينه وبين المنطقة الآمنة التي تحدثنا عنها الآن؟ ماذا يفهم من مصطلح ممر للسلام؟ يعني أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية هي تحاول قدر الإمكان إيجاد صيغ جديدة، إيجاد يعني حلول وسط، وهي الهدف منها هي إبعاد أنقرة أو عزول أنقرة عن هذه العملية، وخاصة أن هناك يعني الولايات المتحدة الأمريكية نعلم تماما في الأشهر الأخيرة الماضية هي أصبحت فعال ونشطة على الساحة السورية، وهي القوة الكبرى. يعني حاليا اليوم نتحدث عن موضوع منطقة آمنة، نتحدث عن موضوع مباحثات في المقابل بعد يومين من اتفاق أستانا، نلاحظ أن هناك تصعيد كبير في هذه اللحظة، تصعيد قديم من قبل النظام ومن قبل الروس، ألا توجد علاقة ما بين الطرفين؟ يعني ما أقصده أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدير يعني حجر شطرنج في هذه اللعبة الموجودة على الساحة السورية، وأنقرة تعي تماما. وتصور أنقرة حاليا في وضع صعب وبين كماشتين، يعني فكك كماشة ما بين واشنطن من جهة وما بين روسيا التي تضغط وتصعد في إدلب وضواحيها. كل ذلك يقابل إصرار أو عزم تركي على القيام بعملية عسكرية شرق نهر الفرات، هل تمت هذه الأمور أو تتم من خلال تفاهمات مع الدول الفاعلة، وهل ستمضي تركيا إلى النهاية؟
أستاذ طه تسمعني؟ أسمعك، ما أريد أن أشير إليها. كل ما تفضلت به سواء الموقف الروسي أو الموقف الأمريكي تقابله عزيمة تركية وإصرار تركي قوي على الاستمرار في هذه العملية، هل تم التفاهم مع الأطراف ذات الصلة؟ يعني أنقرة حاليا إلى حتى هذه اللحظة لم تغلق باب التفاوض مع الأمريكان مع الجهات المعنية. أنقرة أكدت واليوم وخلال استقبالها الوفد العسكري في أنقرة اليوم هي تريد تقول بأن الخط الدبلوماسي وخط إيجاد حل هو الحل الوحيد لمنع قيام عملية عسكرية في شرق الفرات، ولكن أنقرة العملية العسكرية قادمة لا محالة، إن كانت عملية واسعة أو محدودة، وتصور ستكون هي عملية محدودة، خاصة أن الأتراك لا يريدون أي مواجهة أو تصادم مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لها وجود قوي على الساحة السورية وخاصة في منطقة شرق الفرات. أشكرك جزيلا سيد طه عودة أولو، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول.